هناك أقوال أمنية ومجموعات قتالية بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، مع المنوفية، مع الإسكندرية، مع البحيرة. الهدف منها أن هو تأمين المترددين على كافة الطرق. المواطن لابد أن هو يتأكد من كفاءة وسلامة السيارة من حيث الإطارات، من حيث الوقود الكافي، من حيث الفرامل، بحيث أن هو يتمتع برحلة سعيدة، ونقول له الحمد لله على السلامة. اطلاقاتنا رادار. لا مش متضايق، بس انا حاسس ان انا ما عديتش 120، بس هي 130، يعني ممكن تبقى سرحت مني في 10 كيلو ولا حاجه. لا زال فول الطريق بصراحه متغير تماما، يعني موجود تواجد امني وفي نظام. هو في نظام كمان حته ان المقطوره على اليمين ده الطريق ما شاء الله يعني بقى حاجه تانية خالص. يعني انت تجاوزت السرعه القانونيه، سرعتك معانا على اجهزه الرادار 131. انت عارف طبعا بعد طول الطريق الصحراوي السرعه رفعت من 100 ل 120، فانت تجاوزت السرعه ب 11 كيلو، فهنعمل لك دلوقتي مخالفه فوريه وهتستلم رخصك على طول بعد ما تسدد المخالفه. وجودهم في الشارع امان، امان لينا. عندنا سيارات اطفاء مجهزه باحدث معدات الاطفاء والانقاذ البري، تمام، على الطريق، على طول الطريق، طريق النبريه وطريق وادي النطور، منطقه البحيره. وفي حاله الانتقال البلاغ اذا كان اطفاء بيتم الانتقال بسرعه لمكان البلاغ، انقاذ بري بيتم الوصول لمكان البلاغ على وجه السرعه، وفي حاله اي بلاغ بنتلقي البلاغ على رقم 180 او 122. ضيوفنا اللي بيجوا اسكندرية ان شاء الله راح يقضوا صيف جيد آمن جدا في الاسكندرية. عندنا المرور منظومة كويسة، بنجتهد علشان نخلي العيد يبقى عيد جميل من غير كثافات ومن غير اختناقات، لكن احنا بنناشد الشعب الاسكندري انه يلتزم بقواعد المرور، واحنا كلنا ثقة في ثقافته وفي حضارته علشان ما يصدمش بتطبيق قانون المرور عليه. كمان المصايف والشواطئ متأمنة تماما، وإن شاء الله كل سنة وكل شعب مصر وشعب اسكندرية بخير. كله متواجد لتحقيق الرسالة اللي هي رسالة الأمن والأمان للشعب السكندري، وبندعوه لأنه ينزل ويتواجد في الشارع ويفرح بالعيد، وإحنا موجودين لحمايته ولتأمينه ولتكملة سعادته إن شاء الله بالعيد الفطر المبارك.